دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فلجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني هتعقد اجتماعها لاستعراض ما تم التوافق عليه في جلسة مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، واللي تم عقدها ضمن الجلسات النقاشية للحوار الوطني منتصف الشهر الماضي. الورشة هيشارك فيها ممثلين عن الأحزاب وأصحاب المشاركات وورق العمل المتميزة في الجلسة النقاشية العامة بجانب مقرر ومقرر مساعد اللجنة، وده للتناقش والتحاور بشأن القرارات المطلوبة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أو دعم المنظومة الصحية بشكل عام. النهاردة هيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في جلسة خاصة ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام اللي بينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. النهاردة هتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 13 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وده تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان رموز وأساطير، هيكون الساعة 7 مساءً بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة. تدور الندوة حول التعريف بالأساطير من خلال إلقاء الضوء على الرمز والأسطورة في الحضارة المصرية القديمة، وهيتم الإجابة على الكثير من التساؤلات حول أصول ومعاني الأساطير وكيفية استمرارها عبر الأجيال ومدلولات الرموز وكيفية استخدامها، كما توضح الندوة أهمية هذه الأساطير في الإجابة عن أصعب الأسئلة وأبسطها فيما يتعلق بتاريخ البشرية.